الله يطول بعمرهم مو مقصرين والله العظيم، ما مقصرين باماكن اللي للاسف. براويكم تقرير غريب وعجيب، تقرير ديسكو بالشعب البحري. لا 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 لا، ما ديسكو ديسكو، بس ديسكو كل شيء فيه، تبي تشرب، تبي اغاني، تبي خذ راحتك. مو مصدقيني ها؟ لا لا ابو احمد، لا لا ارجوك يا ابو احمد، هذا مو موجود. لا تحطه يا ابو احمد، لا بحطه، خلي التجاره والبلديه يتحركون، ابي الداخليه يشرع لهم قانون من حقهم. عطني تقرير. مثل الطير لا كسر جناحه ولا مشعل شلال عيني، مثل الطير لا كسر جناحه ولا مشعل شلال عيني. عيد يا مخرج. أنا مثل الطير لا كسر جناحه ولا مشعل شلال عيني، أنا مثل الطير لا كسر جناحه ولا مشعل شلال عيني. أعلق على الأخ اللي مسوين شقته، اللي مسوين ديسكو، ولا طالع السبع مليارات هذه؟ صدقك استاذ ياسر، سبع مليارات تكلفة المطلع، شلون تركب هذا؟ ولا نعلق على الديسكو؟ وين التعليق؟ على السبعة ولا على الديسكو؟ وانتوا ايش تبون التعليق نعلق عليه؟ تبون سبعة ولا تبون نعلق على الديسكو؟ ديسكو من الجهات الأمنية، من التطور في هذا